السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أحمد عبد الله، أسعد الله أوقاتكم جميعا. الحمد لله بفضل الله تم الانتهاء من تسجيل كورس البي جي بي كامل بكافة مواضيعه. يمكن اتناولنا فيه مواضيع جديدة ممكن تكون أنت ما سمعتش عنها قبل كده أو ما تعرضتش ليها قبل كده. هتسمع لحاجات جديدة كده في الكورس، زي الريجولار اكسبريشن، زي الاوتونوماس سيستم باث اكسس ليست، زي البي جي بي كوميونيتي، زي البي جي بي اورف، زي البي جي بي روت ريفليكتور، زي البي جي بي كونفدريشن، البي جي بي بير جروب، والروت دامبنينج. الكورس ده 11 ساعة تعليمية، بيحتوي على كمية لبات عملي كتير، مفيش فكرة اتشرحت إلا وتم تنفيذها بشكل عملي في الكورس. طيب إيه المتطلبات اللي أنا محتاجها في الكورس ده عشان اتعلم الكورس ده؟ انت محتاج يكون معاك سي سي ان ايه، راوت وسويتش. طب محتاج ادرس حاجه في الان بي؟ لا خالص، يكفيك انك تكون واخد سي سي ان ايه، عندك مبادئ الراوتنج، وانا واخدك في البي جي بي من البدايه خالص وبعلمك واحده واحده. طيب مين اللي ممكن يكون محتاج الكورس ده في شغله؟ عندك شخصين بس هم اللي يكونوا محتاجينه في الشغل بتاعهم. اول واحد مهندس الشبكات اللي شغال في شركة الاي اس بي، الكورس ده مهم جدا 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 بالنسبة له، ولازم يكون متعلم بي جي بي عشان يعرف يمانج الشبكة عنده في شركة الاي اس بي اللي هو شغال فيها ايا كان. الشخص التاني اللي محتاج يدرس الكورس ده هو شخص مهندس شبكات شغال في شركة، الشركة دي ليها اكتر من فرع، والفروع دي مربوطة مع بعضها بالام بي ال اس. الام بي ال اس محتاج انك تكون فاهم بي جي بي عشان تعرف تمانج الدنيا في قلب الشبكة بتاعتك. وفي النهاية زي ما اتفقنا في كل كورس بينزل، يكفيك فيديو واحد بس تذاكره كل يوم، فيديو واحد بس. الفيديوهات بتتراوح مدتها في ال 10 دقائق، في ال 20 دقيقة، في ال نص ساعة، واللي هتلاقيه وصل لساعة الا ربع ده في عمل كتير قوي يعني، فما كانش ينفع ان احنا نوقفه ونعمله في فيديو تاني. هو فيديو واحد بس في الغالب كله مثلا 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة بالكتير يعني. وإن شاء الله الكورس يعجبك وتستفاد بيه. المحتويات بتاعة الكورس هتلاقيها موجودة في أسفل الفيديو. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.